بيسمعنا وجيت الأقمر يا مهدي يا مهدي هذا شعبانك من العاشق فخر شرفنا نورك ساعة حضورك ساعة حضورك يا حجة ابن الحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على خير خلقه محمد وآله أجمعين. مع إطلالة النصف من شهر شعبان الخيرات، أبارك لكم أعزائي الميلاد المبارك لإمام البرية صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى في فرجه الشريف. أحبائي، إن الاعتقاد بالمهدي ليست هي عقيدة خاصة بطائفة من المسلمين، بل هي من مسلمات الإسلام التي لا ينبغي لمسلم أن يغفل عنها أبدا. فقوله صلى الله عليه وآله: لا تقوم الساعة حتى تملأ الأرض ظلما وجورا وعدوانا، ثم يخرج رجل من عترتي أو من أهل بيتي، يبدو التردد من الراوي بطبيعة الحال، يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وعدوانا. فهذا الحديث لا يشك بصحته عالم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد روي عن أبي سعيد الخدري في مصادر عدة، أذكر منها فقط على سبيل المثال ابن حبان في صحيحه، والحاكم النيسابوري في مستدركه وصححه، ووافقه الذهبي على صحة الحديث، وكذا أحمد في مسنده وصححه في الحاشية محققو الطبع الحديثة، وهكذا ذكره أي ذكر الحديث صاحب السلسلة الصحيحة. وفي مصادرنا روى الشيخ عليه الرحمة في كتابه الغيبة عن كتاب سعد الأشعري بسند حسن إلى الأصبغ بن نباتة قول أمير المؤمنين صلوات الله عليه: فكرت في مولود يكون من ظهري الحادي عشر من ولدي هو المهدي الذي يملؤها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. أعزائي، عنوان المهدي على هذا ينبغي أن يكون عنوانا جامعا للأمة، وهو عنوان يتمحور حول نقطتين أساسيتين: أولاها بغض الظلم والجور الذي نجده جليا على سطح الأرض، ثم الأمل المشرق بملئها عدلا وقسطا، ولن يتحقق ذلك كما هو صريح الخبر إلا على يد رجل من عترة المصطفى صلى الله عليه وآله. إذن ليجتمع المسلمون، بل أقول أكثر من ذلك، ليجتمع العالم كله وبكل أديانه وخاصة السماوية منها، على تسليط الضوء على قباحة الظلم، ويسلط الضوء في الوقت نفسه على جمال العدل والقسط. فالمفردتان كلاهما تحويان معاني فطرية يستطيع أن يدركها الإنسان سليم الفطرة بفطرته، ولا تحتاج إلى دين كي يعرفه قباحة الظلم قبح الظلم وحسن العدل. نعم، من دفنت نفسه في الأهواء والشهوات لا يستطيع أن يدرك هذه الحقيقة. ولأن قضية العدل وعشق العدل وبغض الظلم قضية جوهرية تجمع العالم كله، تجد حديثا في آيات القرآن، إشارة في آيات القرآن الكريم، وتصريحا في الأحاديث بأن عالم العدل عالم المهدي يرتبط بالمسيح عيسى بن مريم أيضا.
قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذه الآية أعزائي، تخيل البعض أن المقصود قبل موت المنتمي لأهل الكتاب، يعني لا يوجد من أهل الكتاب إلا عند موته يؤمن بالمسيح يهوديا كان أو نصرانيا، لكن هذا فهم خاطئ للآية. بل الصحيح قبل موت المسيح لا يوجد من أهل الكتاب، تعلمون أن اليهود ينكرون أصلا نبوة المسيح، لكن قبل موت المسيح الكل سيؤمن به. في هذا الصدد يروي البخاري في صحيحه عن أبي هريرة، أنا فقط حينما أقول البخاري لكي يتبين أنها من مسلمات المسلمين، عن رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب. إذن الحديث عن نزوله قبل البعث والنشور، قبل قيام الساعة، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم قال أبو هريرة: واقرؤوا، يريد أن يقول أن الآية تشير إلى هذا المعنى، واقرؤوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. وفي خبر آخر رواه القمي في التفسير المنسوب له، لكن هذه الرواية بلا شك أنها رواية القمي، يروي عن أبيه إلى الشهر بن حوشب يقول: قال لي الحجاج، المقصود طبيعة الحال الحجاج بن يوسف الثقفي رأس الظلم في عالمنا الإسلامي، يقول للشهر: أن هناك آية في كتاب الله قد أعيتني، فقلت: أيها الأمير أي آية؟ قال: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. فالحجاج كان متخيل، طبعا هو يقول في تفاصيل الخبر، أنه أنا أتي باليهودي أقتله ولا أرى لسانه مثلا ينطق بالإيمان بالمسيح قبل موته، فكيف تكون الآية صحيحة؟ فقال له شهر بن حوشب: أصلح الله الأمير، ليس الآية على ما تأولت. قال: كيف هو؟ قلت: إن عيسى ينزل قبل يوم القيامة إلى الدنيا، فلا يبقى أهل ملة يهودي ولا نصراني إلا آمن به قبل موته ويصلي خلف المهدي. هنا ننجر إلى قضية المهدي عجل الله تعالى في فرجه. قال الحجاج لشهر بن حوشب: ويحك، أنى لك هذا؟ ومن أين جئت به؟ فقلت: حدثني محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فقال: والله جئت بها من عين صافية. هذا الخبر لا يوجد فقط في مصادر الشيعة، بل يرويه السيوطي في الدر المنثور نقلا عن ابن المنذر أيضا بسنده إلى شهر بن حوشب. لكن الإضافة الغريبة في رواية السيوطي أن الحجاج يسأل شهر: من أين أخذتها؟ فقال: من محمد بن علي، يقصد الباقر عليه السلام. قال: لقد أخذتها من معدنها. ثم فيها إضافة غريبة، يقول شهر: وأيم الله ما حدثني إلا أم سلمة، يعني هذا الحديث سمعته من أم سلمة من رسول الله، لكن أحببت أن أغيظه بذكر محمد بن علي الباقر عليه السلام، أحببت أن أغيظ الحجاج. إن ارتباط المهدي بنزول المسيح أمر واضح إخواني في تراثنا الإسلامي، فيروي أيضا البخاري في صحيحه قول رسول الله: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم؟ كما روى مسلم في صحيحه: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: فينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم أمير المسلمين: تعال صلب لنا، فيقول: لا، إن بعضكم على بعض أمراء، تكريمة لهذه الأمة. إخواني، إن الإعجاز في نزول المسيح وبعثه وعدم موته إلا في تلك الأيام، إلا بعد ظهور المهدي، وإيمان أهل الكتاب يجب أن يكون، يجب أن تسمع إلى هذه الحقيقة بقلبك، ويقرب لك
فكرة ما يؤمن به شيعة أهل البيت الاثنى عشرية من طول عمر إمام المهدي وظهوره في آخر الزمان، فهو خليفة خاتم الرسل في إقامة القسط والعدل في الأرض، يقيمها مع آخر أنبياء بني إسرائيل وخليفة آخر الأنبياء المسيح عيسى بن مريم. كأن الله عز وجل قدر أمرا غيبيا في المسيح أن ينزل في آخر الزمان لإقامة العدل بإدارة المهدي، وكتب أن المهدي يطول عمره ليقام هذا العدل في الأرض على يديه. يجب أن يتوحد العالم تحت راية المهدي ومباركة المسيح عيسى بن مريم، لأنهما ممثلا الديانات السماوية في الأرض. فنحن في الأرض كما تلاحظون في هذه الأيام وظهور فيروس كورونا، نعيش مصداق قوله: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يمارسه طغاة العالم وخاصة فراعنة الغرب من ظلم لا يقل عما قام به فرعون مصر، فأنزل الله أنواع العذاب عليهم على فرعون وقومه، فقال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اليوم يعذبهم الله بمخلوق هو أصغر من البعوضة، ويظهر أنه هو ما أشار إليه عز وجل حينما قال: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالذي تجده في بعض التفاسير فما فوقها في الصغر وليس ما فوقها في الحجم في الواقع، أي أصغر منها في الواقع. وتجد بيان ذلك في قوله تعالى: وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله به من يشاء ويهدي به من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. هذه جنود لله عز وجل. نعم، يرسل الله الآيات، لكن الطغاة أغفل من أن يدركوا حقائق الوجود، فهم كما قال تعالى: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فلا بد أن يأتي مع هذا اليوم، أو مثل اليوم الذي قال عنه عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. لكن للأسف في زماننا يقف بنو إسرائيل على رأس هرم الفراعنة وفراعنة الظلم، فهم سيدمرون، وعندها سيورث الله الأرض المستضعفين من آل محمد والواقفين والمناصرين لآل محمد بقيادة الحجة بن الحسن، يعضده في ذلك المسيح عيسى بن مريم. نعم إخواني، نحن البشر كل من يحمل بين جنبي فطرة سليمة، شعارنا واحد: بغض الظلم والجور وحب العدل والقسط. ونحن المسلمون جميعا بكل طوائفنا ندرك أن أعلى درجات القسط والعدل لن تتحقق إلا على يد مهدي هذه الأمة، مسنودا بخاتم أنبياء بني إسرائيل المسيح عيسى بن مريم. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل على محمد وآله الطاهرين.